شوبينج صار أهين على أم تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بعتتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عن السواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية؟ رويال بوشر مشدد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وإنحناق الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقة كتير مريحة لحتى ما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لأنه منه سميك وما ببين. ولكن شخص عنده ديسك أو تكلس ما إله غنى عن رويال بوشر، بسعر 26 دولار بس رويال بوشر كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تنشير الغسيل مشكلة، أغلب الأوقات ما منغسل لأنه ما في محل تنشر، وأوقات منضطر نحط منشرين وثلاثة على البلكون وبياخدوا كل المحل. مع هالمنشر بتنحل المشكلة لأنه منشر بثلاث طوابق 3 layers راك، فينا ننشر عليه شو ما بدنا من أشياء كبيرة أو صغيرة. هالمنشر مزود بدواليب تنزيحه ونحطه محل ما بدنا بمساحة كتير صغيرة، صار فينا ننشر التياب كتير وصار فينا نغسل كمية التياب يلي بدنا إياها بلا ما نعطل أي هم. هالمنشر 3 طوابق فيكن تحصلوا عليه ب$60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. ما إلكن إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55. لكن يلي بحبوا يعملوا اكزرسايز ليشدوا عضلات معدتهم وعضلات ظهرهم، فيكن تستعملوا هالكرسي المزوده بتويستر للخواصر كمان. بكل سهوله بنعمل عليها 10 دقائق كل يوم من دون اي تعب، لانه نحن ما قلنا الا نشد بدهنا لورا وهي بترجع بتطلعنا، لانها مزوده بروسرات، وهيك بنكون عم نمرن عضلات معدتنا وعضلات ظهرنا بنفس الوقت. ما ننسى انه فينا نستفيد من التويستر للخواصر كمان. هالايرون شير تويستر فيكن تحصلوا عليها ب$60 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55. مين منا ما بحب يعمل مساج، وكتير أوقات منضطر نروح على نوادي خصوصي، بس مع سلف مساجر ما بقى نعطل هم هالموضوع، وحتى إذا ما كان في حدا حدنا صار فينا نقضي حالنا بحالنا وبحيال لوقت كمان وبالقوة يلي بتناسب جسمنا. كتير أوقات منحس بأوجاع أو بكتير ستريس أو بكتير تعب كمان، سلف مساجر فينا نستعملها على الرقبة، على الظهر، على الكتف، على الخصر وعلى الأرداف، يعني بمختصر فينا نستعملها على كل الجسم. وكمان هالآلة فينا نستعملها بالبيت، بالمكتب ووين ما كان، مزودة بإنفراريد كما إنها كفيلة بتحسين الدورة الدموية. أهم شيء إنه ما إلها صوت وما بتلبد أبداً. سلف مساجر مكفولة على مدة سنة وبتحصل عليها ب$50 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية، بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55. لكن ستات البيوت اللي بتهمهم ريحتهم سويبرو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزن الكيلو الواحد، بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، ما قلنا إلا نشارجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبداً نشد، منتركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانكل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة، وإذا بدنا مرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيالا شي تاني شوفوا شو براكتيكل، منوطيها بهالشكل وهيك بصير فيكن تفوتوها وين ما بدكن. وأكيد هذا الشي بينطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سويبرو بلس بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورنفليكس أو حيالا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفضي الجارور الكبير من الأوساخ. سويبرو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس وضبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سويبرو بلس هي ماشية ما منضبها لأنه تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سويبرو بلس في 3 هدايا: هالفرشاية إذا بدنا نشيل شي على السريع، وهالجارورين التلج يلي بيجوا بشكل مستطيل وهيك بصير فينا نحط التلج بالقنينة أو بتنكة السودا.
سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين. لتحصلوا عليها تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب 46 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. شو أورغانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورغانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى؟ يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها تقيلة بالحمل. شو أورغانايزر بتساع 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلا غطا شفاف هيك فينا نشوف من خلاله وبتسهل علينا إنه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال، فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورغانايزر حد بعضن، ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلا مع شراء 2 شو أورغانايزر بتحصلوا على الثالثة مجاناً. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.